اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيكم في حلقه مباشر برحب بمداخلاتكم اهلا بيك يا دكتور اشرف أهلا, أهلاً بيك بيتر حابب اذكر مشاهدينا انه احنا بنكمل سلسله دراستنا في سفر التكوين سفر البدايات بنكمل ثالث موضوعاتنا في هذا السفر الكثير من التساؤلات حوله بنجاوب النهارده على سؤال مهم جدا كما جاوبنا ايضا على سؤال مهم ايضا في الحلقه الماضيه كانت حول نظريه التطور واللي حابب يرجع يشوف الحلقه اللي فاتت وما كانش متابع معانا يرجع على السايت وعلى مواقعنا في الانترنت يشوف ويتابع اللي فات اما اليوم فعندنا تساؤل مهم جدا حول سفر التكوين ولكن المرة دي في منطقة أهم أسيس أشرف يقال أنه الأصحاحات الأولى من سفر التكوين م. من الأصحاح الأول إلى الأصحاح الحادي عشر أساطير يمكن تتخض من الكلمة يمكن وانت قاعد دلوقتي اتخضيت من اللفظ أساطير لا بيتقال فعلا كده فأدعوك تركز معنا وأدعوك تعرف لانه هيجي يوم هتتقابل مع حد مسيحي وممكن يكون معاك في الكنيسه وممكن يكون خادم وممكن يكون بيعمل كتب كمان ويقول لك لا انا اؤمن بده انا اؤمن ان في حاجات مش حقيقيه عندنا اسئله كثيره حول ادم وحواء حول الطوفان حول شخصيات كتابيه هنخش دلوقتي فيها وهنعرف هل هي اساطير ام حقائق الهيه كان لها زمان ومكان وتاريخ جميل السؤال ده مهم جدا ليه؟ لانه حلقة الأسبوع اللي فات بتنقلنا لحلقة الأسبوع ده. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن نظرية التطور. وشفنا إنه في ناس بتحاول إنها تؤمن بنظرية التطور بس عشان تؤمن بنظرية التطور هي بتدمر النص الكتابي. يا إما إنه النص الكتابي مش حرفي ما هم ينفعش تاخد نظرية التطور تاخد النص الكتابي من تكوين واحد إلى ثلاثة أو من تكوين واحد إلى حداشر على إنه تاريخ وعلى إنه يعني أحداث تاريخية بأشخاص حقيقيين فإذا أنت قبلت نظرية التطور يبقى أنت لازم تجد طريقة أخرى تفسر بيها تكوين واحد إلى حداشر غير التفسير الحرفي التاريخي المتعارف فبالتالي اللي بيؤمن بنظريه التطور وبيؤمن انها ليست نظريه بل انها صارت علم اصيل يعني كانها قاعده عامه ان واي فهو بينظر لأن النص ده بيدمره بيسبع بيدبح تكوين على مذبح نظريه التطور يعني فلازم يشوه نظريه التكوين ويقول لنا يا اما هو مش تاريخ يا اما هو اساطير رمزيه يا <applause> إما يعني إنه الخلق ده مجرد في أفكار لاهوتية بس ناخدها لكنه ليس زي ما وصفوا سفر التكوين بالشكل دوت واليوم الأول واليوم الثاني إلى آخره ده كله ده كلام مش مش حقيقي وبعدين ما فيش حد اسمه آدم ولا واحد اسمها حواء لا آدم شخص تاريخي ولا حواء شخصية تاريخية لكنه لأنك بتؤمن بتطور فأنت بتؤمن إنه ال ال الإنسان جاء من من الثدييات يعني فبالتالي انه ربنا خلق انسان وده الانسان هو بدايه البشريه ما تقدرش تقبلها مع نظريه التطور. يعني فعشان كده كل من يؤمنون بنظريه التطور بينظروا نظره مختلفه غير النظره الحرفيه لسفر التكوين. واحدة من هذه النظريات انه انه بينظر الى سفر التكوين من واحد الى 11 على انه مجموعة من الاساطير الرمزية اللي هدفها توصيل معلومة لكن ما ينفعش نفسرها تفسير حرفي يعني لا ادم تاريخي ولا حواء تاريخية ولا السقوط حدث تاريخي كويس ولا حتى الطوفان كل الاشياء دي دي الحاجات دي كلها ليها تفسيرات تانية اخرى فاحنا نتكلم النهاردة بالاخص عن رفض تاريخية تكوين واحد إلى 11 والنظرة إلى تكوين واحد إلى 11 على أنه آآ آآ نص أسطوري رمزي يحتوي على أساطير رمزية الهدف منها توصيل فكرة لاهوتية وانتهى الموضوع تمام. هبدأ برفض تاريخية سفر التكوين هل سفر التكوين بالأخص من الأصحاحات الأولى من سفر التكوين أصحاحات تاريخية يعني هل هل الخلق ده تاريخ لما بيتكلمني في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض قربة وخليه وجه وروح الله يرفع على وجه المياه هل دي دي احداث تاريخيه ولا دي مجرد يعني روايات كده غرض منها بس تقديم فكره عن الله انه الخالق هل خلق ادم وحواء في اصحاح اثنين ده دول اشخاص تاريخيين هل السقوط حدث تاريخي ولا لا الفكره دي اساسا يعني احنا من اول ما بدأ سفر التكوين خلينا أقول وأنا أؤمن شخصيًا إنه الكاتب للتوراة كويس هو موسى. فلو قلت إنه موسى كتب التوراة قبل الدخول إلى إلى أرض كنعان أنت بتتكلم على الخروج حدث سنة 1446 قبل الميلاد. فبالتالي أنت بتتكلم على 3500 سنة لحد النهاردة من الوقت اللي اتكتب فيه التوراة. لحد القرن ال 19 سواء معلم اليهود آه، المفسرين اليهود الرب يسوع نفسه الكنيسة الأولى أباء الكنيسة الأولى كلهم قابلوا تاريخية السفر التكوين والكاتب وال... اتفق عليه اه كتب قبلوا تاريخيه الاحداث لدرجه ان الرب هتكلم عن الجزء ده الرب بيتكلم عن اشخاص في البدء خلقهم ذكرا وانثى يعني هناك بدء وهناك خلق من الله للذكر والانثى عشان كده ما جمعه الله لا يفرقه انسان يعني فاللي هو في متى 19 ففكره الرفض دي بدات مع اللاهوتيين المتحررين اللي هم بينظروا الى الكتاب المقدس كاي كتاب اخر مجرد موضوع للنقد فاللاهوتيين المتحررين راوا يعني انه سفر التكوين بيحتوي على اسطوره خرافيه قصص اسطوريه خرافيه وسفر التكوين مش ممكن ابدا بالاخص من واحد الى 11 ينفع تاريخ وعندهم الاسباب بتاعتهم، قدموا لنا يعني قبل ما نخش في الاسباب اوكي سريعا ليه من واحد ل 11 ليه الجزء ده بالذات اوكي لانه لانه من واحد ل 11 بيتكلم عن اولا ما قبل التاريخ. أنا تاريخ، احنا بنسميه تاريخ بدائي التاريخ البدائي اللي هو مرتبط بالخلق مرتبط بالسقوط يعني ما كانش حد موجود في حدث السقوط غير ادم وحواء الخلق ما كانش حد من البشر موجودين الطوفان كل الناس ماتت في معدى نوح وأولاده الثلاثة وزوجاتهم ومرات نوح فبالتالي بيعتبروا التاريخ دون تاريخ بدائي بيتكلم عن كل البشرية بيتكلم عن الخلق لكن لما تيجي إلى تكوين 12 عن إبراهيم وعن إسحاق وعن يعقوب فشوية بيقولوا أنه ده يعني جزء تاريخي ده يعني احنا نقبل وجود إبراهيم نقبل وجود إسحاق لكن الجزء الاولاني ده التاريخ البدائي بريميتيف هيستوري بيرفضوه على انه على انه تاريخ وكمان الاسباب في كم كم سبب هنا عندنا لاهوتي كان معروف قوي اسمه هيرمان كانجل وده الماني حط خمس اسباب لرفض تاريخيه سفر التكوين وده اللي تبناها كل المتشككين في تاريخيه سفر التكوين فيما بعد قال لنا ايه الاول سبب من الاسباب أن منبع الأصحاحات من واحد إلى 11 هو التقليد الشفوي بينما التاريخ هو وثائق مكتوبة يعني هو بينظر للتاريخ التاريخ على أنه لابد أن يكون وثائق مكتوبة إنما مثلا قصة سقوط أدم وحوادي متناقلة شفهيا م. ودي حقيقة مثلا الطوفان تنقل أيضا شفهيا م. فحتى إذا طبقت دوا على سوريا على الرب يسوع ما كمان بيشكوا في تاريخية الرب يسوع على أساس أنه القصص اللي اتنقلت عن الرب يسوع اتنقلت شفهيا لمده 40 50 سنه قبل ما تتكتب الاناجيل. اه. كويس؟ فهو بيرفض على مبدا انه القصص دي والروايات دي او الاحداث دي تناقلت شفهيا، طبعا ما فيش طباعه وما فيش كتب والناس كانت بتكتب على الحجاره او بتكتب على الجلود فالتناقل اللي كان موجود كان بيتناقل اورالي شفهي، م. كويس؟ فهو بيرفض انه التاريخ يبقى مكتوب بالشكل ده. حاجة تانية بيقول ان سفر التكوين بيتكلم عن قصص عائلات بينما التاريخ يتعامل مع اطار تاريخي اكبر طبعا هو غلطان في كده اه بيتكلم عن ادم بس ادم في الاطار التاريخي الاكبر كابو للبشرية بيتكلم عن نوح بس مم. نوح لانه هو ادم ادم يعني البدايه الثانيه للخليقه بعد ادم مم. لأن الخليقه كلها دمرت فاعتبر نوح كبدايه جديده كخليقه جديده ف... فبيتعامل مع تاريخ مش بيتكلم بس عن العائلات اه بس بيكلمني عن اللي خرج من نوح واللي خرج من ادم قبل كده السبب الثالث اللي بيقدمه بيقول ان قصص سفر التكوين بتتحدث عن امور غير ممكنه تكلم عن ده impossible ثينج الاشياء المستحيله يعني يعني وقال الله ليكن نور فكان نور ده بالنسبه له مستحيل فبالتالي مش هيقبله لانه ده التاريخ يتعامل مع المستحيل مع الممكن التاريخ يتعامل انه الدولة دي حربت الدولة دي انه فلان زار فلان انه في معاهدة قامت ما بين البلد دي والبلد دي ده التاريخ لكنه مثلا وقال الله ليكن نور فكان نور دي حاجة سوبر ناتشور فالتاريخ لا يتعامل مع السوبر ناتشور وبالتالي المدرسة دي على مدار التاريخ رفضت كل المعجزات يعني, يعني بدايتها كانت هنا لكنها ترفض كل المعجزات أي شيء لا يستطيع العقل أن يدركه بيشطبوا عليه كويس بما فيها فيما بعد انكرت حتى الميلاد العذراوي حتى القيامه كل ده تم انكاره نتيجه انه الكتاب المقدس او التاريخ يتعامل مع الممكن ويتعامل و... مع الممكن لكنه لا يتعامل مع غير الممكن والمستحيل كويس واضحه النقطه دي يعني مهمه جدا مع انه اللي... اللي قال ليكن نور هو هو الله فيقدر يعمل كده. ده بالنسبه لك انت كويس بالنسبه لك اكيد إحنا الله قادر على حاجات فوق ادراكي كويس ما هو آه الناس دي مش بتفكر بنفس لكن الحقيقة. لو قلنا شخص عادي يعمل حاجه مثلا ممكن اشك فيها شخص زي زيه اه لكن ده الله يقدر التاريخ هو صنع بشر ده هما الفكر بتاعه التاريخ يبقى صنع انسان ده كتاب إلهي انما وانس ان ربنا صنعه يبقى دي حاجه فوق الـ الـ العقل انا ما اقدرش ادركها فانا ركنها على جنب وانكرها حتى و... لو من الله حتى لو من الله كويس الجزء الرابع والمهم بقى كتبت هذه الأصحات من واحد إلى 11 بأسلوب شعري وده غلط. ده مش صح. لم تكتب بأسلوب شعر شعري، كتبت بأسلوب معقد بأسلوب بارع بأسلوب بديع وهتكلم عن الأسلوب ده، لكنها حتى الشعر ممكن أنت تتكلم عنها حتى لو قلت استخدمت شعر يعني ممكن تكتب تاريخ بالشعر. بينما تاريخ يكتب بأسلوب توثيقي. كويس؟ دي دي حاجة من الحاجات دي المدر... السبب الخامس تعد قصص سفر التكوين مختلفه في اسلوبها عن كتابه التاريخ العبري كما هو في صمويل الاول من 9 ل 20 حيث وثائق حكم الملك داود ماشي دي ده اسلوب كتابه وده اسلوب كتابه كويس لكنه انت ممكن تكتب التاريخ باكثر من اسلوب وانا هتكلم عنه في الجزء تب. اللي جاي ننقل الى نقطه مهمه هل في, هل في يعني هل في اعتراضات في رد على الاعتراضات في رد. هي دول خمس اعتراضات بس آه. احنا ممكن عندنا ردود, ردود كتير جدا الاعتراضات. على هذه الاعتراضات وانا حابب ان احنا واحنا بنتكلم عن الموضوع ده انه نقدم فعلا الردود على هذه الاعتراضات اللي بتنفي تاريخية سفر التكوين أول رد م. اللي يقرأ سفر التكوين من واحد الى 11 من واحد الى 11 لا يجد اشارة عن قريب أو بعيد مباشرة أو غير مباشرة تجعلنا نشك في تاريخية الأحداث الواردة، أنت مجرد أنك تقرأ سفر التكوين من واحد إلى 11 على طول أنت بتدرك أن أنت بتتكلم عن تاريخ أنت مش مفيش إشارة النص ده يعني أنت لما بتبني حاجة تبنيها على وقائع يعني مثلا إيه وقال لهم مثلا آخر يبقى أنا عرفت أن هيقولوا الرب يسوع هو عبارة عن إيه؟ عن مثل مم. لما يقول مثلا اضرب لهم احجيه او مثلا الرب يتكلم على ارميه يقول له يا ارميه قل لهم هكذا يقول الرب واعمل لهم مثل وقدم المثل ده فانا عارف انه ده مثل كويس لما تيجي الى سفر التكوين من واحد الى 11 لا يمكن ابدا لا لغويا ولا تفسيريا للنص تجد اشاره عن قريب مباشره او غير مباشره ان النص بيتكلم عن اسطوره او قصه مجازيه او آآ آآ مثل يعني البعض بيقول لك اه اصل هي عامله زي المثل زي ما الرب يسوع قال مثل الابن الضال اه الرب يسوع قال انه اتكلم عن مثل كويس زي ما اتكلم عن الدرهم المفقود والدرهم اتكلم عن الراعي والمئه خروف اتكلم عن ايضا الابن الضال ده في اطار ها؟ إطار كلامه عن المثل بيوضح ليهم عن محبة الله، لكن لما تيجي للنص دون الستريت ريدنج القراية الواضحة المباشرة من النص نفسه لا يوجد فيها أي إشارة من بعيد أو قريب إلى أنه نص غير تاريخي. الجزء الثاني بقى الأصحاح دون في آه بيتكلم عن آه الأصحاحات دي بتتكلم عن مدن وبتتكلم عن أشخاص بنجد هؤلاء المدن هذه المدن وهذه الشعوب مذكورة في الأصحاحات اللي باقية من تكوين يعني يعني مثلا بتكلم عن الحثيين م. اوكي لما يجي ابراهيم دلوقتي ويكون واحد من الملوك اللي حاربهم ابراهيم كانت برضو الحثيين هل اقبل أنه الحثيين اللي مذكوره في تكوين 14 تاريخيه اما الحثيين اللي موجوده في تكوين 10 و11 غير تاريخيه ما كويس هل اقبل مثلا عن بابل وأراد اللي موجودة في تكوين أربعة وأرفض إيه إيه على أنها غير تاريخ، لكن لما تذكر في تكوين 12 إلى 50 أقبلها على أنها تاريخ ما ينفعش. يعني يعني النص كله بيتاخد على بعض، ده تاريخ زي ما ده تاريخ. حاجة ال ال كمان سلسلة الـ الـ الأنساب اللي موجودة في أخبار الأيام الأول من أصحاح واحد إلى ثمانية. وده بيتكلم عن سلسلة نسب داود وبيت يهوذا إلى آخر. السلسلة دي دقيقة جدا وشاملة جدا بتبدأ من آدم وإلى نوح وبتكمل من خلال أسباط إسرائيل الاثنى عشر ومن خلال ملوك يهوذا وإلى ما بعد السبي البابلي كويس لو أنا دلوقتي رفضت من السلسلة دي آدم ورفضت نوح كويس إيش ضمني من الأسباط الاثنى عشر وأيضا ملوك يهوذا تاريخيين يعني النسب نفسه بي بي لملوك يهوذا بيرجع الى الى ادم بيرجع الى نوح فالكاتب اخبار الايام وهو بيكلمني عن التاريخ رجع الى الانساب دي يبقى اذا حقيقيه يبقى اذا حقيقيه حاجه ثالثه أنا قلت المرة اللي فاتت وأنا قلتها بحزن م. للأسف الشديد اللاهوتيين المتحررين بيعرفوا أكتر من رب يسوع بيظنوا في أنفسهم أنه بيعرفوا أكتر من رب يسوع وأن رب يسوع كان بيساير الثقافة والبيئة اللي كان عايش فيها. كويس؟ ده كلام خطير جدا ولما و و و نتكلم عن الرب يسوع انا بعتقد ان الرب يسوع يعني وضع بيضع دايما المسمار الاخير في النعش الـ الـ هذه النظريات. الرب يسوع نفسه لما نيجي لسلسلة النسب الرب يسوع مم. في لؤة سلسلة النسب الرب يسوع رجعت إلى إبراهيم ورجعت إلى نوح وأخيرا إلى آدم ابن الله. وده في انجيل لوقا اصحاح ثلاثة بالظبط فهل سلسله نسب الرب يسوع لما نسب الرب يسوع الى ادم ما ممكن يقولك يسوع ادم ده اللي اتطور كويس ده ادم اللي هي اللي وقف بقى وانتصب و... واصبح كائن مفكر ومش كائن بدائي والكلام ده هل ادم ده وأن اللي قصده الرب يسوع واللي اتكلم عنه لوقا هل لوقا لما اتكلم عن ادم اتكلم عن ادم اللي خلقه الرب ونفخ في انفه نسمه حياه وليس قفزه تطوريه زي ما بيدعى البعض لكنها نفخه حياه ان الرب اخذ تراب من الارض ونفخ فيه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه كويس الانسان اللي خلقه الادم الاولاني ولا لا هل الرب يسوع لما اتكلم عن متى 29 وبيتكلم عن موضوع الزواج وعن موضوع الطلاق وجم قال, قال, قال انه انه من البدء خلقهما ذكرا وانثى يعني في, في في بدء في بدء there is a beginning نفس البدء اللي بيتكلم عنها تكوين واحد في البدء خلق الله السماوات والارض رب يسوع مش بيتكلم عن بدء تاني بيتكلم عن البدء دي مش بيتكلم عن البدء اللي بيظنوا فيها بتوع تطورين 700 مليون سنه والحاجات دي بيتكلم عن البدء الانسان انه لما ربنا خلقه، وربنا يسوع بيتكلم عن ادم اللي مكتوب عنه في التوراه، قال لهم لانه موسى كتب كذا، لانه عندكم توراه موسى، لو كنتم تؤمنون بموسى لكنتم امنتم به يعني يعني التوراه اللي كتبها موسى اللي بتتكلم عن خلق ادم. ففي beginning في ذكرًا وأنثى، في البدء خلقهما ذكرًا وأنثى. موجودة، في يعني رب يسوع نفسه بيتكلم هذا الكلام، ويعني فالحاجة الرابعة بعد كده، عبرانين 11، إبراهيم 11 بيكلمني عن سجل سحابة الشهود. م. كويس؟ اللي هم الأبطال الإيمان. م. اتكلم عن مين؟ اتكلم عن هابيل، صح؟ هابيل اتكلم عن أخنوخ. اتكلم عن نوح. الثلاثة دول موجودين فين؟ تكوين كام؟ تكوين أربعة تكوين أه سوري تكوين أه أربعة ونوخ وأخنوخ أربعة وخمسة ونوح موجود في أصحاح ستة يعني يعني أربعة وخمسة حاجة وستة حاجة. من سفر التكوين هل الشخصيات دي اللي اتكلم عنها كاتب العبرانيين على أنهم من شهود الإيمان أو من سحابة الشهود هل هذه الشخصيات شخصيات رمزية أم شخصيات تاريخية؟ هل حياتهم حياه تاريخيه حقيقيه ولا شخصيات رمزيه. يعني هل كانوا اشخاص موجودين بالفعل شخص زي وشاهد نسمية. عنهم زي ما شاهد عن موجود. موسى وشاهد عن ابراهيم آه. وشاهد عن غيره وغيره آه. يعني هل هل هذه السحابه دي كلها نص منها شخصيات رمزيه والنص الثاني شخصيات تاريخيه؟ ما انا عايز يعني عايز افهم يعني انا عايز افهم بيفسروا الكتاب ازاي؟ بيمسكوا الكتاب بيفسروه ازاي من اوله الى اخره. واضح من كلام حضرتك يا دكتور اشرف انه الكتاب المقدس كله بيثبت بذكر هؤلاء الاشخاص انه دول اشخاص حقيقيين وكانوا موجودين بالفعل. ما هو هو بيعمل ايه؟ هو بيضحي بالنص الكتابي رساله العبرانيين دي في العهد الجديد. ما بيضحي بالنص الكتابي بيضحي بالنص الكتابي عشان هو مقتنع بنظريه التطور. طب ونودي فين الكلام ده لا دي ليها تفسير كلام تاني آه وكلام ده كله ده تفسير تاني دول كلهم كانوا دول كلهم كانوا بيسايروا الثقافه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت دا يعني ده كلام تاني يعني الناس دي كانت مش مش فاهمه كاتب العبرانيين ده كان بيتعامل مع ذكره لهابيل واخنوخ ونوح على انه دول الفكر الثقافه اللي موجوده يعني انا دخلت حاجاتها معلش هي هي انا خايف ان انت بس ايه يحصل لك حاجه جداً اكمل بس أنا اللي انا بسمع بقوله الكلام ده يعني بجد هو موجود كلام للاسف ده موجود بس وإحنا عشان كده مهم جدا ان احنا لما نتكلم عن الحاجات دي احنا بنتكلم عنها بطريقه آه اكاديميه أكيد بطريقه أكيد كتابيه بنقدمها آه آه يعني آه هل في ردود اخرى اه طبعا النظريه دي اساسا نظريه عدم تاريخيه ادم بنيت على اساسا على فكره خاطئه جدا وهي انه تكوين واحد الى ثلاثه كتب شعرا ولم يكتب بطريقه توثيقيه تاريخيه كويس طبعا ده غلط ليه اللي بيقول الكلام ده اللي بيقول الكلام ده هو لا يفحق شيء في العبري ولا في النص العبري ولا في اللغه العبريه اي حد يقول الكلام ده اقول له انت ما تعرفش حاجه عن العبري ولا عن اللغة العبرية مجرد ان انت تقرأ النص نفسه من تكوين واحد الى ثلاثة تجد انه حرف الواو اللي هو بنسميه واو العطف في اللغة العبرية الفاف حرف رقم ستة في اللغة العبرية الحرف ده يشير الى احداث متتابعه أحداث إيه؟ متتابعة هذه الأحداث المتتابعة مش ممكن أبدا تجدها إلا في كتاب التاريخ تجدها ما تجدهاش في الشعر مم. يعني لما تروح يعني إلى حدث. لما تروح إلى مثلا سفر المزامير تجده بطريقة مختلفة مم. كويس لكن تجد هنا إنه في أصحاح واحد إلى ثلاثة الفاف دي أو الواو دي ذكرت أكثر من مئة مرة وقال الله وكان صباح و وفصل الله ودعا الله ده يفيد بإيه؟ كويس وجبل الله يفيد احداث تاريخيه تتابع تاريخي ده الاسلوب كتابه التاريخ م. كويس لما تيجي تكتب قصه تاريخيه تكتبها بالشكل ده فاللغه العبريه نفسها بتاكد لي على انه ده تاريخ وليس فيكشنز وليس خيال م. كويس ليس حاجه رمزيه يعني لما اجي بقى الى علماء اللغه خلينا قبل ما اتكلم عن علماء اللغه خلينا اجي لجزء مهم اخر لم في فرق ما بين التاريخ او الهيستوري وكتابه التاريخ الهيستوغرافي كويس فرق كبير جدا الهيستوري لما نيجي نتكلم عن التاريخ احنا بنتكلم مثلا ايه نقول انه في سنه 1973 قامت حرب ما بين مصر وما بين اسرائيل كويس ده ده جزء حدث. ايه حدث تاريخي فانت ده ده الحدث. م. لما تيجي تكتب بقى الحدث ده هناك اساليب مختلفه لكتابه الحدث. عده اساليب لكتابه الحدث م. هو الحدث نفسه واحد. أيوه. كويس؟ لكن انت بتكتبه باسلوب مختلف. م. لكن كل اسلوب من هذه الاساليب المختلفه لا يقل تاريخيا عن الاسلوب الاخر. م. يعني يعني فكتابه فالتر... التاريخ بتتم بثلاث اساليب. واللي بيدرس طبعا التاريخ يعرف كده كويس اول حاجه الاسلوب التوثيقي دوكيومنتري انا هعمل دوكيومنتري عن انه في الساعه الفلانيه قامت الحرب والطيران المصري عمل كذا والطيران الاسرائيلي عمل كذا ومين صاحب اول مبادره وكم دبابه دمرت وكم جندي مات انا بعمل ايه انا بعمل كتابه توثيقيه للاحداث انا براها أنا يعني برا الأحداث فبعمل توثيق للأحداث، دي دي بنسميها دوكيومنتري وفي أجزاء كبيرة جدا في الكتاب المقدس دوكيومنتري يعني لو أنت رحت إلى تكوين خمسة سلسلة النسب اتس دوكيومنتري لو رحت إلى كمان أحداث الطوفان أنت بتوثق في أشياء كثيرة حتى السقوط هو توثيق حتى الخلق هو توثيق كويس فأنت بتوثق فيها نوع من التوثيق كويس الحاجة الثانية الأسلوب الثاني بنسميه أسلوب التحليل المنطقي اكسبلكيتيف آه. ستايل يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا بحلل بقى وأنا بقول إنه إنه 100 طيارة أو 200 طيارة اتدمرت من مصر بقول إنه كمان بسبب الحرب كان في إلا في المواد الغذائية م. الشعب كان بيعاني كذا وكذا وكذا مدن القناة الناس اترحلت وكثير منها مات فقدان الشباب كان في شباب ماتوا كثير اترملت كثير من الارامل اطفال اصبحوا ايتام الحاله الاجتماعيه الحاله الدينيه الحاله السياسيه وانا بعمل ايه انا بعمل التوثيق بس بعمل ايه تحليل, تحليل. كل حاجة اه, آه خد مثلا آه آه حسنين هيكل في م. كتابته للفترة لل 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 دي فترة كان بيكتبها ازاي؟ ما كانش بيكتبها بالتوثيق، كان بيكتبها بالتحليل. كان بيحلل، كان بيحلل حتى المتغيرات في المجتمع اللي كانت بتحصل وقت هذه الأحداث شكلها إيه؟ م. كويس؟ فهل ده لا يقل تاريخياً عن التوثيق؟ ده أسلوب تحليلي ده أسلوب تحليلي. تحليلي. الأسلوب التالت بقى إن أنا أكتب ها؟ أه؟ أكتب التاريخ في أسلوب قصصي وبالاخص في العالم القديم ليه؟ الاسلوب ده كان شائع، ليه؟ لانه النهارده انت ممكن تكتب كتاب وتطبع منه مليون نسخه. النهارده ممكن تكتب حاجه وتحطها على الفيسبوك تلاقيها وصلت الى ملايين, ملايين الاشخاص. انما انت بتتكلم على عصر كان تناقل فيه المعلومات تناقل شفهي وبطيء وبطيء وعلشان اضمن ان انت بتوصل المعلومه صح انا لازم احطها في اطار ذهني صحيح ليك يساعد ذهنك على حفظها م. فكانت افضل الطرق هي كتابه القصه يعني 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 حتى الرب يسوع في اسلوبه كان كده خرج دي الزارع خرج ليزرع. الزارع ليزرع كتابه القصه فانت لما بتكتب قصه احنا بنسميها نراتيف النراتيف دي كمان مش بس مجرد قصه يعني يعني احنا عندنا كتب كتيرة في العهد القديم تتكلم عن فن كتابة القصة الكتابية The Art of Biblical Narrative ده نفسه أرت فن انه الكاتب لما بيكتب القصة بيكتب لي عن إبراهيم بيكتب لي عن إسحاق بيكتب لي عن لي عن آدم بيكتب لي عن نوح دي ده ده ليه ده ليه فن معين للكتابة كويس مش أي حاجة مش أي واحد بيجي يكتب أي حاجة فهو كتب القصة هو كتب لي عن السقوط بس كتبها لي في طريقة إيه؟ قصة ماليش ادم خرج الصبح الساعة الفلانية وبعدين هو ماشي كانت يتحوّب بتعمل كذا والساعة الفلانية جالها كذا وعمل لا كتبها لي انه حصل كذا كذا وأتت الحية وهي أحيا الجميع حيوانات البرية وقالت للمرأة عشان حقا عشان الزين لا يتصورها ويتخيلها هي هي بس هل الأحداث اللي فيها دي صح؟ يس. هي دي النقطة. الأحداث اللي في القصة دي صح؟ أيوة. زي الكتاب بتاع الأطفال الكتاب المقدس بتاع الأطفال بيبقوا عاملين لهم صوره زي بانوراما كده من التكوين من الاصحاح الاول لحد نهايه القصه بتاعه ادم مثلا والشجره وال... علشان الذهن يعني يتخيل ويتصور وكمان يعيش فيها بالظبط آه. فانت بتتكلم عن على اسلوب كتابه تاريخ لكنه بتتكلم بتكتبه بطريقه قصصيه وده مش غلط وده بيتناقله الاجيال ده بيتناقل الاجيال هو جالنا كده وجالنا كده مم. حتى الرب يسوع حتى حتى, حتى حياه الرب يسوع جت لنا كقصه مم. متى كتب قصه مرقس كتب قصه لوقا كتب قصه مم. يعني يعني فوصلت لينا حياه الرب يسوع بهذا الشكل فال لما نيجي بقى للجزء بقى المهم قوي مم. نيجي بقى اللغه العبريه نفسها آه. كويس اللغه العبريه نفسها عندنا اللي يدرس لغه عبريه يعرف ان هناك عالم يعتبر نمرة واحد على مستوى العالم كان في اللغة العبرية جيسينيوس وده ألماني الجنسية من سنة 1842 1700 سوري 86 إلى 1842 ده يعني مجرد اسمه وإشاراته وكتاباته عن اللغة العبرية يعتبر يعني بيحط بيتحط على أنه أعظم عالم كان في الوقت ده في اللغه العبريه، قال لنا ايه؟ قال ان واحده من اكثر الميزات الخاصه في اللغه العبريه تعاقب الازمنه وتسلسلها. يا. of Tenses. كويس؟ فتعاقب الازمنه وتسلسلها ودي ظاهره تمثل سلسله من الاحداث الماضيه يكون فيها الفعل الاول فقط في الزمن التام. ولما نرجع الى سفر التكوين. ها؟ والزمن الاول في البدء خلق. م. الزمن التام اللي هو بيبقى وزن على وزن قتل فعل. كويس ده الزمن التام. فيقول لي انه اول فعل في في كتابه التاريخ الاحداث الماضيه بيبقى فعل التام في حين تستمر الروايه في الزمن الناقص. وقال و ودع وراى كويس لكن في البدء عملية خلق. فده ده اسلوب كتاب التاريخ لغويا اسلوب كتاب التاريخ. م. كويس؟ اجي لواحد تاني عالم اخر في اللغه العبريه وبرضه واحد من المشاهير وده جون جوان وده فرنسي البول جوان ده فرنسي الجنسيه انه من سنه 1881 الى 1940 قال لنا بقى اكتر من كده، قال ايه؟ ان هذه الصيغه هي منتشره جدا في الروايات. صيغه تتابع الاحداث كويس التاريخيه ما تبدا الروايه بصيغه فعل تام ده اللي اتكلم عنه جوسينيوس اه اللي فات. وتستمر مع واو التعاقب والتسلسل والتي يعقبها اذا كانت هناك حاجه الى ذلك حرف واو حرف اخر من واو التعاقب يعني انت عمال ايه انت بتقول في البدء خلق م. وقال الله وراى الله ودعا الله هم؟ بس انت في انت الأول فعل كان ايه؟ ختام اه وبعدين بتاخد بقى الف... الافعال الاخرى آه. انت بتتكلم عن تاريخ وبتستخدم الواو علشان تتكلم عن تتابع الاحداث وليست امور رمزيه بتتكلم عن تتابع احداث مم. وبعدين يجي يقول لنا حاجه جميله جدا يقول لنا ايه؟ وبتطبيق هذا على سفر التكوين اصحاح واحد اللي هو الخلق نجد ان الفعل الاول هو خلق برا وهو فعل تام تاريخي. بينما الافعال التاليه التي تدفع بالروايه الى الامام نجدها مسبوقه بواو التعاقب وقال ويأمر فكان فيهي ورأى فيرأى وهذا هو النموذج المتوقع من الروايه التاريخيه، يعني روايه ايه؟ لغويا روايه ايه؟ تاريخيه. تاريخيه. فما يجيش حد النهارده يقول لي اصل اه اصل صفه التكوين اتكتب بالشعر والاصحاحات الاولى اتكتبت بالشعر والتاريخ لا يكتب بالشعر يبقى انت اساسا سوري ما عرا... تعرفش حاجه عن اللغه العبريه. ما هو اللي بيغيظك اوقات كتير ما قرع جملتين بالعبري ويجي اوحك في اللغه العبريه. <applause> كويس؟ يعني ف... عشان كده لما نيجي لتكوين واحد الى ثلاثه تكوين واحد الى ثلاثه ازاي بقى التكوين ده؟ الاصحاحات دي وصلت لنا؟ فسؤال مهم جدا، جات لنا ازاي؟ موسى عارفها ازاي؟ بجد يعني موسى موسى اولا ما كانش حد موجود السؤال ده مهم جدا يا اسيس اه لانه ناس كتير جدا بتعترض على انه مش موسى اللي كتب وسبب اعتراضهم انه مفيش دليل واضح ممسوك او واضح يعني نقدر نرجع له ما حدش يختلف عليه وايه الاثبات ومين اللي قاله ومين اللي كان معاه وموسى كان عنده كام سنه لما كان اسئله في الحته دي كتيره قوي حول موسى يعني يعني طبعا يعني اللي ممكن يرجع للحلقه أربعة و5 لما اتكلمت عن مقدمات لسفر التكوين هيجد آه. نقاش طويل عن يعني موسى وسفر التكوين إيه دي. طيب. لكن انا يهمني مثلا تكوين واحد الى ثلاثه جه ازاي الجزء ده؟ م. انا اؤمن ان موسى كتبه طبعا بس جه ازاي؟ اومن انه ده اعلان الهي مباشر من موسى من الله لموسى اعلان إلهي, الهي مباشر مباشر ازاي يعني ازاي رب صاحب القصة الخلق الوحيد اللي كان موجود وقت الخلق هو مين الرب الله. يبقى مين يقدر يديلك المعلومه صح هو كويس ليه لانه كل المعلومات اللي موجوده حواليه غلط وانا اتكلم عن الاساطير اللي موجوده حواليك. في زمن موسى. في زمن موسى، كل اللي موجود حواليك يا موسى غلط. من مصر لبابل آه ل يعني كل الاساطير الخرافات, الخرافات, الخرافات الاساطير آه. المرتبطه بالخلق كلها موجوده حواليك غلط. تعدد الهه وصراع بين الالهه وممارسه الفحشاء والجنس و... وهو كان عايش و... في وسط وهو عايش في ده كله اعلان صح. بالظبط فانت لما تيجي بقى مين اللي يديلك القصه الصح صاحب القصه الصح مزبوط. اللي عملها صح هو اللي يديها لك صح صح مظبوط كويس عشان كده بتتفرد القصه الكتابيه عن اي قصه تانية موجوده وانا اتكلم عن الاختلافات بينها لكن مثلا يجي فقبل فقبل ان يخلق الانسان ويتكاثر ويملا الارض خلق الله السماوات والارض وكل الكون ولهذا فان الله وحده هو الذي عنده الحقيقه الكامله وانا مش بجيب الحقيقه الكامله من عندي أنا لا أدّعي إنه أنا ولا أنت وأي حد يمتلك، لكن الله كل الكتاب موحى به من الله كل الكتاب هو نفس الله أنفاس الله. فالجزء ده مهم جداً ليه؟ لأن الجزء ده بيُعتبر الأساس اللي بيُبنى عليه كل العقائد المسيحية الإيمانية اللي بتيجي بعد كده. فلو هو غلط يبقى الباقي غلط. طبعًا. لو رميت الاساس غلط طب الاساس ده جالي منين الله الخالق هو الذي اعلن لعبد موسى هذه الحقائق الخاصه بالخلق والانسان والسقوط فسجلها موسى وان لم يكن شاهد عيان لها كما اعلنها الرب لكنه كتبها كما اعلنه لها الرب في اي فتره من حياه موسى هو طبعا الفتره الاولانيه اول 40 سنه كان موسى امير في مصر بيتثقف وبيتهذب بكل حكمه المصريين المرحله الثانيه ال 40 سنه الثانيه في حياه موسى كان في البريه راعي غنم في نهايتها الرب دعاه ينزل مصر وال 40 سنه الاخيره هي السنه ال 40 سنه اللي قاد فيها الشعب من مصر الى ابواب أرض كنعان فكتبها في, التلتة. في, المرحلة الثالثة من حياته فلما أجي بقى الأسلوب اللي كتب بيه قلت أسلوب أدبي معقد جدا وبارع سفر التكوين اصحاب واحد ثلاثة كتبت بأسلوب أدبي معقد وبارع وأي مفسر لسفر التكوين لو رحت إلى وولتر كايزر كويس أو بروس وولكي أو رحت إلى آم آم فيكتور هاملتون أو رحت إلى المفسرين العظماء لسفر التكوين ديتليتش وكيل وكل الناس هقول لك إنه النيراتيف بتاعت سفر التكوين قصة التكوين نفسها كتبت بأسلوب معقد جدا وبارع جدا في الكتابة لأنه بيتكلم عن تاريخ وحاطط هذا الأسلوب حتى لغويا بطريقة بارعة جدا وسلس وسلس, وسلس جدا خليني انقل الى نقطة مهمة أخرى عشان الوقت. اتفضل. عايز تسألني أنت. آه أنا عندي سؤال. اتكلم شوية عن الأسطورة. التكوين زي ما كنت بقول لحضرتك كانت فيه أساطير كتير. وكانت فيه بدع كتير وآلهة وحاجات من هذا القبيل. أيوه. هل ده أثر على كتابة سفر التكوين وكاتب سفر التكوين؟ يعني احنا بنفهم انه اللي بيعيش في مناخ بيتاثر بيه. Yeah. اللي طبعًا. عايش في جو روحي بيتاثر mm. بالجو الروحي، mm. لا العكس mm. صحيح. Mm. موسى ازاي وسط كل الخرافات والاساطير اللي كانت حواليه من بابل ومصر والفراعنه كان بياخد الاعلان وكان بيميز سفر التكوين عن mm -hmm. كل وبينقل لنا الاحداث بدون اي يعني كتابات فيها اساطير برضو، ما كان ممكن يبقى فيها اساطير. بالظبط. خلينا لو احنا بنتكلم على اساطير بما ان احنا بنقول يعني البعض بيدعي و, و, و انه ان سفر التكوين هو مجرد مجموعه من الاساطير الرمزيه الهدف منها هو توصيل بعض الحقائق ال, ال, ال الروحيه انا ما اعرفش ازاي يبقى حقائق روحيه جايه بال بالأساطير. يعني يعني بالشكل ده خليني اول اعرف الاسطوره لانه لما بنعرفها تعرفها طريق بيبقى نص الطريق بتاع شرحها لغويا لو جينا لغويا الكلمه اليوناني اللي هي ميثوس الكلمه دي بتعني فولز legends اوف جادز يعني ايه يعني روايات كاذبه عن الالهه ده لغويا انا بعرف الكلمه لو انت رحت الى اي قاموس لغوي وكتبت كلمه ميث كويس و او كتبت الكلمه اليوناني ميثوس كويس هتطلع لك التعريف اللغوي فلغويا لغه 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 هي تشير الى روايات كاذبه مرتبطه بالالهه كويس لتمجيد الالهه فالاسطوره هي روايه عن الالهه حيث تنسب للالهه المظاهر الفوق طبيعيه طبعا هو بيقول لك الانسان كان بدائي فبالتالي هو ما عندهوش تفسير علمي للمظاهر الطبيعيه، ما عندوش تفسير علمي للمطر، ما عندوش تفسير علمي للفيضان، للبراكين، فكان الانسان البدائي بينسب كل حاجه لله. انما النهارده احنا عندنا العلم اللي اللي فصل لنا كل حاجه، فبالتالي احنا مش محتاجين الاشياء البدائيه دي، فالاسطوره هي روايه عن الالهه حيث تنسب للالهه المظاهر الفوق طبيعيه. فالاسطوره هي روايه تعكس ايمان عصر ما قبل العلم. إيمان الناس في عصر ما قبل العلم كانوا متشبعين أوي بالإله عمل والإله سوى والآلهة هي وعلمتنا وكده فهي روايات مرتبطة بالآلهة في عصر ما قبل العلم طبعا النهارده احنا عايشين ما بعد الحداثة يعني مش بس الحداثة احنا عايشين في عصر ما بعد الحداثة هل في في الوقت ده يا دكتور اشرف كان ما اي شعوب مؤمنه في الوقت ده في الزمن ده غير موسى؟ شوف الله لم يترك نفسه بلا شاهد وده ده جزء مهم جدا لما نتكلم عن الاعلان الالهي انه الله لم يترك نفسه بلا شاهد وبيكلمنا بولس في روميا واصحاح واحد واصحاح اثنين عن انه ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد وكانت الطبيعه جزء من الشاهد لكن في نفس الوقت كان ربنا بيتعامل مع اشخاص بطرق مختلفه يعني مثلا عندنا ملكي صادق مين هو ملك صادق بس ملكي صادق يختلف عن الاساطير ملك صادق كان مؤمن بالاله الحي رب السماء والارض الاله الواحد كان فيه اعلان هو ما كتب لناش وحي بالمناسبه يا ترى ملكي صادق بيقولوا عليه برضو شخصيه رمزيه يعني يعني هم هم مش مرد... مش ما يهمهمش الملك صادق قوي هم يهمهم الجزء اللي قبل ملك صادق. آه. <تصفيق> يعني بالذات ده سهل قوي يتقال عليه بصراحه. مثلا يثرون حما موسى كان كان كاهن لله العلي، فكان في اعلانات يعني اعلان الله مع ناس لكنه دول لما يكتبوا وحي. الوحي هو النص المكتوب بارشاد وبقياده الروح القدس. كويس لما اجي بقى للتعريف كمان الاسطوره التعريف الاجتماعي ما في تعريف لغوي اه وفي تعريف آه بنسميه تعريف اجتماعي للاسطوره او لاهوتي آه. ديني خلينا اقول اجتماعي وديني للاسطوره الاسطوره هي ما قد اعتقد فيه القدماء م. الاسطوره هي القصه او الروايه اللي امن بها القدماء ما اعتقدوا انه صح وحق هو امن إنه الالهه بتعمل كذا وكذا فانا هقدر اقول ان اه الاسطوره دي هي ما امن به القدماء سواء صح او غلط هي اسلوب ادبي رمزي الغرض منه توصيل معلومه اجتماعيه او دينيه مرتبطه بالالهه كويس انا هاخدك واحده واحده لانه مهم جدا اما اجي بقى للاسطوره التعريف دون تعريف اكسفورد ديكشنري قاموس اكسفورد قال لنا ايه انا حاولت اترجمه الاسطورة هي قصة تقليدية خصوصا تلك التي تهتم بالتاريخ البدائي لشعب او لشرح ظاهرة طبيعية أو اجتماعية وتتضمن طبعا كائنات وأحداث فوق الطبيعة كائنات هنا بيتكلم على يعني بينز يعني آلهة أو أرواح شريرة أو وريفر فالاسطورة هي تعتبر صورة غير حقيقية عن الحق هي ميس ريبريزنتيشن للتروث هي مش الحق لكنها ميس representation الأسطورة قصة خيالية عن شخص أو عن شيء. ده تعريف إيه؟ أكسفورد. في بقى كتاب كتبه حسن نعمة. بالعربي وهو مطبوع في بيروت تبع دار الفكر اللبناني. طبع كتاب ده سنة 1994 وأنا هقرأ من صفحة 26. حضر. الكتاب اسمه موسوعة ميثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ميثيولوجيا هي الكلام عن الأساطير علم دراسة الأساطير قال لنا ايه بقى في تعريفه قال الأساطير هي حكايات مدهشة وانا يهمني جدا التعريف ده لانه يعني دقيق جدا الأساطير هي حكايات مدهشة مقدسة يلعب أدوارها الآلهة ممثلين شخصيات الأسطورة يبقى شخصيات الأسطورة الأساسية هم مين؟ الآلهة ففي الاسطوره تدخل قوة وكائنات اقوى وارفع من البشر تدخل في نطاق الدين حامله اسرارا لا يسع الانسان معرفتها، يعني مين اللي علم الانسان الزراعه؟ الالهه، مين اللي علمهم الصيد؟ الالهه، الانسان ما كانش بيعرف الحاجات دي، فالكائنات دي الالهه دي بتيجي وتعلم البشر حاجات هم مش قادرين انهم يتعلموها بانفسهم. فايه صيغه الاساطير صياغه ادبيه ووضعت في ابهى حله فنيه ممكنه حيث يمتزج فيها تعابير خرافيه وحكايات شعبيه. حاليا ننظر الى الاسطوره ده بقى التعريف الحديث ننظر الى الاسطوره على انها الدين القديم الذي امن به الاسلاف وتناقلته الاجيال، يعني اي دين قديم امن به الاسلاف اليهود امنوا بالله خالق السماوات والارض ده الدين القديم. كويس فاحنا ده 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 اسطوره نطلق عليه ايه اسطوره يعني يعني نقدر نقول على على الاصحاحات اللي احنا بصددهم من من الواحد ل 11 أه حكايات شعبيه حكايات شعبيه جزء من دي أعتقدم. حكايات شعبيه يا 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 فعشان كده هو في كل الميثولوجيا في كل علم دراسه الاساطير يوجد قصه حول خلق الكون وخلق الانسان والطوفان وانا الاشياء دي خلق الكون وخلق الانسان والطوفان وجودها في الاساطير الاخرى دليل على حدوثها تاريخيا وليس العكس. ليه؟ لان الكتاب قال لي انه الله عندما خلق الانسان وضع الابديه في قلوبهم فالانسان من ساعه لما اتخلق وهو بيدور انا جيت ازاي؟ طب الكون ده جه ازاي؟ وبعدين الطوفان لأنه حدث كوني، حدث يونيفرسال، حصل في كل مكان، وأولاد نوح هم اللي خرج منهم كل الشعوب اللي جت بعد 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 كده، فهم عندهم الفكرة عن الطوفان، لكن نتيجة عبادتهم للأوثان وبعدهم عن الرب، تشوهت هذه القصة الحقيقية الحدث التاريخي، فأصبح عندهم خرافات مرتبطة بالطوفان، لكنه ده بيأكد تاريخيتها لا ينفي. يعني ما اثبت ان كان في ها؟ اه؟ العلماء اثبتوا والعلم اه طبعا لما نيجي للجزء فا. ده نتكلم عنه طبعا يعني. يعني بس الفكره انه ده يدل على تاريخيه الحدث. طيب اجي الى نقطه مهمه بقى اتفضل يا انا عندي الاسطوره البابليه قديمة إنوما اليش اللي بتتكلم عن الخلق وهي صراع ما بين ابسو آآ اله الميه العذبه و آه، تيمات إله المية الملحة وإزاي آه حصل صراع وأنجبوا أشياء كتيرة إلى أن جاء مردوخ اللي هو يعتبر إيه الإله العظيم لبابل آه، وعندنا كمان أساطير مصرية مرتبطة أيضا بالخلق الكتاب المقدس بقى في الكل دوان له سمات له سمات القصة الكتابية أو, الـ أو الـ التاريخية الكتابية تختلف نهائيا شكلا وموضوعا عن الاساطير البابليه والاساطير المصريه، هتكلم عن إيه سبع سمات لو الوقت يتاح لي الوقت هتكلم عن سبع سبع سمات بتختلف سمات عن الاساطير القديمه بيميز بيميز الكتاب المقدس عن, عن اي اساطير اخرى أوه. موجوده عشان كده ما اقدرش اقول عنه الاسطوره، كويس؟ الحاجه الاولانيه الايمان بإله واحد او التوحيد وهنا يأتي ايمان العبرانيين منذ البدء من اول ما يقول الكتاب في البدء خلق الله آه. السماوات والارض وكل الخليقه جاءت بامر و كلمه من الله ولم يوجد صراع بين الالهه ولا يوجد اي شيء هو اله واحد خلق الكل قال يعني قال فكان وهو امر ايه؟ امر فصار الايمان بالاله الواحد مونثيزم ده سمه ميزه سمة ميزة الإيمان العبراني منذ نشأته عشان كده الوصية الإلهية للرب قالها لشعبه اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب إيه؟ واحد لكن من أين أتى اليهود بهذا الإيمان الشاذ؟ <applause> لانه الفكره بتاعه التطوريين واللي بيدرسوا كمان بيطبقوها على فكره المجتمع انه احنا وصلنا النهارده لفكره التوحيد نتيجه مرورنا بالانسان بي كان بيؤمن بالارواح وبعدين كده بيؤمن بالالهه وبعدين حد الالهه شويه وقلل منهم لحد ما وصل للتوحيد لكن ايمان الامه اليهوديه من نشاته كان ايمان بالاله الواحد, بالإله الواحد. واقول شاذ لانه الايمان المحيط بكل شعب مصر عبدت كل الاوثان بابل عبدت كل الاوثان واللي يقرا فينا عن مصر يعرف انه عبدوا القطه وعبدوا العجل وعبدوا الشمس وعبدوا الجعران الخنافس وعبدوا كل حاجه حتى فرعون كان ابن الاله يعني اول سمه عندنا بتميز سفر التكوين عن الخرافات القديمه هي انه الله واحد من البدايه من البدايه تمام. كويس؟ الايمان بالاله الواحد تمام الحاجه الثانيه في في التكوين لا يمكن تشبيه الله باي شكل من المخلوقات يعني احنا مثلا لما نروح لبابل او نروح الى آه الـ 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 ما بين النهرين نعرف انه عندهم مثلا عشتروث نعرف انه عندهم البعل نعرف انه عندهم وكانت دي كلها ليها اشكال ولما نيجي عند مصر نعرف انه في العجل ونعرف انه في كذا ونعرف انه في كذا الاشكال دي الـ الـ الديانه او الايمان الوحيد اللي كان موجود في وسط هذه الـ الـ الخرافات اللي لا يمكن أن تشبه الرب بأي شيء هو الإيمان اليهود واليهود هم الوحيدون الذين لم يصنعوا شبها لله عشان كده كان أي صناعة لشبه الله كانت تعتبر عبادة وثن زي ما أنت هارون عمل العجل الذهبي وقال هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر فكانت دينونة الله على الشعب لأنه عمل كده لأن الوصية الأولى والثانية في سفر الخروج, في سفر الخروج. بتقول لي كده بتقول لي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ليه لان الله لا يمكن تشبيهه بهذا العالم دي نقطه مهمه جدا الله مش ممكن لا يشبه بهذا العالم حاجه الثانية الله ليس هو العالم يعني الشعوب الثانيه الله هو الشمس الله هو مش عارف ده جزء من العالم الله ليس جزء من العالم الله متميز ومتفرد عن العالم متسامي ومستقل عن العالم ولا يمكن ان يشبه في اي شيء بالعالم دي النقطه الثانيه يبقى الايمان بالله الإيمان الواحد بالله الواحد الله لا يمكن لا يشبهه. لا يمكن ان تصنع اي شيء يشبهه لا الله. تصنع لك تمثالا منحوتا بالظبط الحاجه الثالثه سمه ان الله روح الله روح في الديانات المصريه والديانات الوثنيه والاساطير الاخرى الله ليس روح ماده ماده كويس ده بيتزوج وبيمارس الجنس و, و... يعني... وبياكل و, بيع... و... وبيغضب يزا. وبيتنرفز وبيتعصب و وبينتقم يعني كويس احنا مع بعض احنا نقول لك الالهه غضبانه <applause> <applause> فلكن في الكتاب المقدس من البدايه وكان روح الله يرف على وجه الله آه. روح آه. فالله ليس ماده بل هو روح وفي م. وجوده عشان كده وجود الله سابق للماده م. وجوده سابق للمادة. بالظبط، بل هو الذي اوجد المادة واتى العالم المادي الى الوجود، ولا نجد هذه الحقيقة الكتابية في ديانات الشرق الادنى القديم على الاطلاق، مم. كما ان الروح وليست المادة هي اساس كل شيء لان الله روح هو خالق المادة، دي ثالث حاجة سمة. كويس؟ ثالث سمة ان الله روح وليس مادة. بالظبط. تمام نيجي الحاجة الرابعة. فضل. اختفاء الصراع في الخليقة. لو رحت الى انوما اليش لو رحت الى الاساطير الاخرى أتجد انه الخليج الخليقه نتجت عن نتيجه صراع يعني يعني السما دي كانت جسم اله وامتد بعد ما اتقتل انه مدوه فعملوا به السماوات الارض مش عارف كانت ايه هناك هناك هذا الصراع في الاساطير البابليه القديمه نجد ان الصراع بين الالهه هو امر اساسي في الخلق فالخليقه جاءت نتيجه صراع بين الالهه وبطبيعة الحال ليس هو ما هذا ما يقول الكتاب المقدس فالكون وجد لأن الله أراد أن يوجد ووجد ليس بسبب صراع قوة مختلفة ما عندناش قوة الخير ولا قوة الشر لكنه كما, كما تقول الأساطير القديمة لكنه الله الواحد اللي هو بيصنع كل شيء حسنا في وقته يبقى اختفاء إيه؟ الصراع بين الأيام الخمسة. الصفة الخمسة الصفة الخامسة النظرة السامية للإنسان يعني في الأساطير البابلية والمصرية نجد ان الالهه هي التي صنعت على شبه الناس يعني ان الالهه صنعت على شبه الناس عشان كده بتلاقي الاله متمثل في صوره انسان يعني مثلا لما تروح الى حتى ابو الهول يعني تلاقي جسم اسد وراس انسان تجد ان الالهه مصنوعه على شبه الناس في الكتاب المقدس الانسان مصنوع على صوره الله ده الشيء الوحيد اللي موجود مختلف يعني جوهري جدا حتى في معرفتنا للانسان هو عشان كده الالهه اللي على شبه الناس تغضب وماديه وتتناسل اما الكتاب المقدس فالانسان مصنوع على صوره الله في البر والقداسه والذكاء والعلاقات الاجتماعيه والتقوى كويس النظره الساميه والانسان في الاساطير مخلوق تراب مخلوق بدم مختلط بدم واحد من الوحوش يعني السمة الخامسة هي النظرة السامية اللي بتميز الإنسان بالظبط ترفع من ودي ما كانتش موجودة أبدا في الأساطير الأخرى دي حاجة ستة بقى الله روح ولهذا فهو بعيد كل البعد عن فكرة الجنس ودي حاجة مهمة جدا م. ليه؟ لما تروح للأساطير البابلية أو العبادات الوثنية تجد أن العبادات الوثنية كانت مرتبطة بالذبائح وبعدها كان مرتبط بذبائح بشريه او بذبائح اولاد اطفال ومرتبطه أكتر بالجنس جوه المعابد يعني كان م. في كاهنات متخصصات لممارسه الجنس في المعابد ليه؟ لانه ممارسه الجنس في المعبد بتغير مزاج الاله م. بتخليه مبسوط فبالتالي لو انت عندك طلبه هو بيستجيب للطلبه يعني انت لما تروح المعبد وتمارس الجنس أنت اكنك بتفرجه على فيلم قلة أدب كويس فبينبسط وبالتالي لما بينبسط بيعمل ايه بيقولك اوكي على الطلبة بتاعتك دي كانت موجودة في اليونان موجودة في بابل موجودة في كل الحاجات دي وده طبعا مكروه وده في الكتاب المقدس شيء مرفوض أكيد. آخر حاجة أتكلم عنها ممارسة السحر كويس العبادات الوساطير الوثنيه كانت مرتبطه بالسحر السحر والشعوذه جزء من العبادات الوثنيه القديمه لان هذه الممارسات في العهد القديم كانت تاتي بدينونه الله على من يمارسها اما السحر في الاساطير البابليه والمصريه فكان مرتبطا بامتلاك قوه الاله لتسديد احتياجات الانسان والكتاب المقدس والكتاب المقدس قال لنا ان ربنا عنده كل حاجه يقدر يسدد كل احتياجكم بحسب غناه في المجد سبع سمات بتميز سفر التكوين بل الكتاب المقدس اللي موضوع بين ايدينا عن كل هذه الخرافات. بشكرك أسيس أشرف. شكرا ليك. على إفادتك لينا ومعلوماتك اللي قدمتها لنا النهارده. بشكركم أحبائنا في كل مكان على متابعتكم لينا في برنامجكم عبر الكتاب. ننتظركم في حلقه جديده أترككم في رعاية المسيح ولكم كل الشكر منا إلى اللقاء.